كثرة القتلى والجرحى في عمليات إرهابية تستهدف كنائس وملاعب لكرة القدم في كل من مصر وتركيا. مهنيون تونسيون يشاركون بكثافة في المعرض الدولي للسياحة بباريس ومساع حثيثة لاستقطاب أسواق جديدة لليخوت والقوارب الفاخرة. الديوان الوطني للزيت يشرع في بيع كميات من زيت الزيتون للعموم بكميات محددة وسعر موحد قدره 8 دنانير. نشرة الظهر للأخبار، أهلا بكم. النشرة نبدأها اليوم استثنائيا بالأخبار الدولية، فقد اهتزت العاصمة المصرية اليوم مجددا على وقع انفجار جدة داخل إحدى كنائس مجمع كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة، وأسفر وفق مصادر طبية مصرية عن مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح. وقد رجحت مصادر أمنية والمحامي القبطي نجيب جبرائيل أن يكون القتلى والمصابون جميعا من المتوافدين لأداء صلوات الأحد. وكان 6 من رجال الشرطة بينهم ضابطان قد قتلوا الجمعة الماضي في انفجار بمدينة الجيزة المجاورة للعاصمة المصرية. وفي تركيا قتل 38 شخصا وأصيب 155 آخرون على الأقل بجروح في تفجيرين قرب ملعب لكرة القدم وسط اسطنبول. وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين، وجهت أنقرة أصابع الاتهام لحزب العمال الكردستاني المحظور. وقد أدانت تونس هذا الهجوم، وعبرت في بيان صادر عن وزارة الخارجية عبرت عن إدانتها الشديدة للتفجير الإرهابي، مؤكدة وقوفها إلى جانب الحكومة التركية وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة آفة الإرهاب. تلبس مدينة اسطنبول التركية ثوب الحداد مجددا هذا العام عقب تفجيرين متتابعين جدا في ساعة متأخرة مساء أمس قرب ملعب لكرة القدم في مدينة بشكتاش وسط المدينة. الهجوم المزدوج أسفر عن سقوط عشرة القتلى والجرحى في حصيلة غير نهائية للخسائر البشرية وفق تصريحات لوزير الداخلية التركي سليمان سوليو. ورغم أن الوزير التركي لم يقدم أي مؤشرات عن الجهة التي تقف وراء هجوم بشكتاش، إلا أنه أكد اعتقال عشرة أشخاص للاشتباه في تورطهم في تنفيذ العملية الإرهابية. في المقابل وجه نائب رئيس الوزراء التركي أصابع الاتهام إلى الجماعات الكردية المسلحة قائلا إن هناك دلائل على أن منفذي الهجومين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني. وكانت سيارة مفخخة استهدفت سيارة للشرطة قرب ملعب فريق بشكتاش التركي في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، فيما فجر انتحاري نفسه بعد أقل من دقيقة في حديقة مجاورة. وفيما لم تتبنى أي جهة تفجيري بشكتاش حتى اللحظة، فإن الهجوم يأتي بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية شهدتها تركيا هذا العام في كل من العاصمة السياسية أنقرة والعاصمة السياحية اسطنبول، فضلا عن تفجيرات ديار بكر وبورصة وغازي عنتاب. ويأتي هذا الهجوم بعد 5 أشهر من محاولة انقلاب عسكري فاشل هزت تركيا وقتل خلالها نحو 140 شخصا أغلبهم في اسطنبول. وفي ليبيا أعلنت مصادر أمنية ومن الهلال الأحمر الليبي أن عددا من المحاصرين في مدينة بنغازي شرعوا في مغادرتها بعد إعلان القوات المحيطة بالمنطقة أنها ستوفر ممرا آمنا لخروج المدنيين المحاصرين. هذا ويحاصر الجيش الوطني الليبي المتمركز شرق البلاد حي قنفودة منذ شهور في إطار محاولة بسط سيطرته الكاملة على بنغازي. وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن وقفا لإطلاق النار لست ساعات منذ الأمس للسماح للعائلات بالمغادرة. نبقى مع شأن متعلق بليبيا ولكن في علاقة وثيقة بالشأن الوطني. تونس تخسر حوالي 800 مليون دولار سنويا، والسبب تأثيرات مباشرة للأزمة الليبية على الطلب وأفاق الاستثمار. ممثل البنك العالمي في تونس عبدالله ساي، وفي عرضه لدراسة للبنك العالمي حول تونس ليبيا التصرف في المخاطر واغتنام الفرص وخلال أيام المؤسسة في سوسة، أكد أن تهريب البنزين من ليبيا نحو تونس أدى إلى خسارة 500 مليون لتر سنويا، ما يعادل 17% من حاجيات تونس.
التالي عمق تهريب البنزين خسارة البلدين على مستوى الميزانية في ليبيا وعلى مستوى المداخيل الجبائية لتونس. وسيمكن الترفيع في إنتاج النفط الليبي والنجاح في إعادة البناء والإعمار سيمكن تونس من مداخيل إضافية بقيمة 500 مليون دولار سنويا. كما اعتبر 73% من رجال الأعمال في تونس أن الثورة الليبية أثرت على رقم معاملتهم، سواء المؤسسة التونسية المستثمرة في ليبيا أو المصدرة. تمت أمس المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة القادمة بعد أن شهد جدلا كبيرا تم خلاله إلغاء فصول وتعديل وإضافة أخرى. بموافقة 122 نائبا واعتراض 48 واحتفاظ نائبين بصوتيهما، صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة على مشروع قانون المالية لسنة 17 و2000، مشروع يعد الأول الذي أنجزته حكومة الوحدة الوطنية، وقد أثار جدلا كبيرا وتعرض لجملة من الاحتجاجات المختلفة من قبل عدد من المنظمات والمهنيين، إلى جانب خلافات بين النواب. خلافات واحتجاجات أدت إلى إسقاط فصول وإلغاء أخرى وتعويضها بفصول جديدة، فقد تم إسقاط 6 فصول، منها بالخصوص الفصلين المتعلقين برفع السر البنكي وفرض معلوم على المسابح الخاصة، وتمت المصادقة على 7 فصول بعد إدخال تعديلات عليها، منها الفصل 37 المتعلق برفع السر البنكي والفصل المتعلق بجباية المحامين، والفصل 20 من مشروع قانون المالية بعد حذف الفقرات المتعلقة بتوظيف نسبة 6% على الأداء على القيمة المضافة على الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا. كما تمت المصادقة على إضافة فصل وحيد يخص دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية التونسية. وبالمصادقة على مشروع القانون الجديد، أكدت وزيرة المالية أن هذا القانون يسعى إلى تحقيق معادلة تمكن من استرجاع النشاط الاقتصادي وإيجاد مناخ اجتماعي ملائم يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن التونسي والتقليص من العجز وإيجاد موارد مالية إضافية. تكثف تونس مشاركتها في عدد من المعارض السياحية للانفتاح على أسواق جديدة، كما تعمل على التعريف بثراء المنتوج التونسي واستعادة ثقة السياح. مراسل الأخبار وسيم الدالي وفينا بمراسلة من معرض باريس الدولي. من أجل استقطاب أكبر عدد من أصحاب اليخوت والقوارب الفاخرة واسترجاع الثقة لدى هذه الفئة المهمة من السياح، عمل مختلف مهنيي السياحة الترفيهية التونسية في معرض باريس على التعريف بالمشاريع الجديدة والتطورات التي طالت عددا من المرافق السياحية التونسية من أجل كسب أسواق جديدة وإبرام عقود هامة. لدينا شهادة دولية اللي هي الإيزو 14001، هذه أول ميناء ترفيهي في أفريقيا يتحصل على هذه الشهادة البيئية. هما راهو الأوروبيين معناها عندهم يعطيوا أهمية كبيرة للميدان البيئي. المشروع يتكون من 3 أجزاء، فما جزء الميناء يتكون من 726 حلقة، فما مركب سكني سياحي، وفما مركب تجاري اللي فيه قرابة 20,000 متر مربع. تكتسي المشاركة التونسية في معرض باريس أهمية كبيرة بالنظر إلى الإيرادات الهامة التي تدرها السياحة الترفيهية من العملة الصعبة، أي ما يعادل 500 دينار إلى 1000 دينار يوميا على المركب الواحد، كما أن 53% من رواد الموانئ الترفيهية التونسية هم فرنسيو الجنسية. الأسعار في متناول اليد والظروف الأمنية جيدة والأجواء استثنائية، مما يشجع الكثيرين على الإبحار في الصيف والإقامة على قواربهم في تونس خلال فصلي الخريف والربيع. عندهم 60,000 ناقصين مأوى اللي هما يلزمهم يلوجوا على وجهات أخرى، والوجهة اللي تساعدهم اللي فرانكوفون في اللغة وفي التقاليد وفي التجهيزات هي تونس. يعتبر معرض اليخوت والقوارب بباريس الأبرز في العالم، ويشارك فيه أكثر من 700 عارض من مختلف الدول، لا سيما إيطاليا المنافسة الإقليمية الأبرز لتونس.
تأخر تفعيل المراسيم التطبيقية المتعلقة بمسألة السلطة المينائية والتعطيلات في الإجراءات الديوانية وغياب التظاهرات الدولية في تونس هي بعض من النقاط التي تعيق تطور السياحة الترفيهية التونسية، كما يؤكده المهنيون في ظل انخفاض نسبة الإقبال بواقع 15% هذا العام. وسيم الدالي للتلفزة الوطنية التونسية، باريس. شرع منذ أمس الديوان الوطني للزيت في بيع كميات من زيت الزيتون للعموم بسعر 8 دنانير للتر الواحد، على أن لا تفوق الكمية المقتناة 10 لترات. تشجيعا للاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون، شرع الديوان الوطني للزيت في بيع كميات من زيت الزيتون للعموم بسعر 8 دنانير للتر الواحد، على أن لا تفوق الكمية المقتناة 10 لترات. 8000 خاطر برا 9500 نسمعوا 8000 معناتها مقبولة. مساعدة خاطر البرة ب 9500 وهنا ب 8000. وفكرة اللي كل واحد 10 لترات باهي ياسر. خاطر كان يسيبوها كل واحد ما عادش حتى واحد يخلط. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب أكد أهمية هذه المبادرة وبين أن وزارة الفلاحة لا تحدد الأسعار، بل سعر زيت الزيتون يبقى مرتبطا أساسا بالعرض والطلب. والإقبال طيب، وإن شاء الله عملية من النوع هذا تتواصل. وهالرأي ما هيش تسعيرة باش نبدأ ونوضحه، أنه خرج أخبار أن الديواني سعر ولا وزارة الفلاحة سعر ما نسعروش في سعر الزيت، لأنه سعر الزيت محكوم بالسوق وبالعرض والطلب. سعر مدروسة معناها بالنظر للسعر معناها في المعاصر بالنظر للقدرة الشرائية للمواطن. وثم زاد الأهم من هذا الكله وأنه الزيت زيتون اللي يعرضه الديوان الوطني الزيت في مراكزه للمستهلك التونسي هي كلها زيوت ذات جودة عالية. وللإشارة فإن عمليات تسويق زيت الزيتون متواصلة وعلى كامل أشهر السنة لارتباطها بالأسواق العالمية، ليكون تاريخ نهاية موسم الجني أواخر جام في 2017. تحتفل العائلة التونسية بالمولد النبوي الشريف بعداد عصيدة زقوقو وفق العادة. أمس توصلت عملية المراقبة التي أمنتها مصالح وزارة الصناعة والتجارة. حبات سوداء تتناثر، تقلب، تتذوق ليزيد مذاقها رونقا، حبات اللوز والجوز والفستق والبندق وغيرها من تشكيلات الفواكه الجافة لمن استطاع إليها سبيلا. ففي المولد النبوي الشريف تكتسح مادة الصنوبر الحلبي أو ما يعرف في تونس بالزقوقو موائد العائلات التونسية التي اختارت أن تعد هذا الطبق رغم تكلفته الباهظة نسبيا. قداش تلفت الحسبة؟ والله 115. مش ياسر؟ ياسر هذاك هو الشيء يعمل، فهمت؟ حاجة ملزومة باش تشريها. مش لازم فشقة؟ مش لازم نشريو؟ ما صغار توا ولاو يشيشوا على كل شيء. نحب العصيدة، نحب فيها كل شيء. آخرون يخيرون العصيدة العربي لقلة تكلفتها، فهي لا تتطلب سوى قليل من الدقيق والسكر والزيت ليكون المذاق استثنائيا تونسيا. نقوم الأربعة غير ربع، نقوم نتوضى ونصلي ركعات ومن بعدك نعمل العصيدة البيضة، نحمل شوية هكا بزيت زيتونة. هي العصيدة البيضة أحسن حاجة. توا الشبيبة كتشوف فهمتي على الزقوق وما نعرفش شنو، ما ثم حتى شيء. الصيانات اللي يخدموا العصيدة اللي ضرب عليها الطبال ما عادوش. ومع بدء العد التنازلي للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تتواصل عمليات المراقبة التي تؤمنها فرق الأبحاث الاقتصادية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة. بالنسبة لنا احنا هذه مواد معناها تقريبا كلها حرة ومواد موسمية. الأهم حاجة هو كون يكون فما إعلام صحيح للمستهلك بالأسعار، بالنوعيات متاع المنتوجات المعروضة والمصدر متاعها. الحملة هذه متاع مراقبة الجودة انطلقت من شهر أكتوبر، حجزت ما يقارب 6800 طن من الفواكه الجافة هذه اللي خاصة سواء مصدرها مجهول وإلا فيها معناها مشكلة في الجودة بتاعها. مشهد فسيفسائي تعيش على وقعه معظم العائلات التونسية، فبين زقوقو والأواني والغرابيل تختزل التحذيرات قبل ساعات من أحياء ذكرى سيد الخلق حبيب الحق، ذكرى المولد النبوي الشريف.
دور الأسرة في تربية الأطفال والمحافظة على الروابط العائلية من المفاهيم التي تطرح في اليوم الوطني للأسرة. ولمعرفة بعض تفاصيل العائلة التونسية اخترنا مشاهد من الحياة اليومية لإحدى الأسر التي تحافظ على تمسكها في مدينة المهدية. عودة الأحفاد من المدرسة يؤمنها يوميا الجد والعمة، هي فصل من فصول الحياة اليومية لعائلة تونسية تقطن بمدينة المهدية بعد أن اختار الابن وعائلته العيش بالقرب من والديه. ابني مهندس يعمل في المستير، عنده زوج بنيات، الأحفاد هو يقطن في فوقنا، نهزهم أنا للمدرسة الصباح أنا وجدتهم، نجيبهم للاثناش، يرجعوا ساعتين مع أمهم، تجيبهم الخمسة، متقاسمين نحمل العائلة ونعيشوا الحمد لله معناتها في سعادة، لأن ابني كان في تونس، هو كان يسكن في تونس، والفرحة متاعي أنا والسعادة متاعي هو يوم وقت اللي ولا معناتها نقل المهدية ولا يعيش معاي والأحفاد بجنبي، خاصة أنا متقاعد. ملاو علينا الدار وهاني لهي بيهم، ما عادش الوقت ما عادش نشعر بيه، هكا اللي يفوا فيسع فيسع، ما طيبت لهم فطورهم، ما حضرتهم الصباح، ما مشاو المكتب ويجي ويرجعوا، هذيك هي معناها ولات يوميا، معناها هذاك هو. صارت حتى اللي يخرجوا مثلا يهزهم بهم باش يمشيوا يحوسوا ولا يمشيوا البقعة أخرى، معناها الدار تفرغ، نحسها فارغة، نبدا نحس في روحي ناقصة حاجة. احنا التونسي حياته اليومية فيها برشا ضغط ما بين الخدمة والصغار والدار، واحد والمحظوظ بالطبيعة هو اللي يلقى عيلته تعاونوا، تمشي نخدم ديما متهني عليهم. السيدة سميرة موظفة متقاعدة، وهي اليوم الأم والجدة، تحرص على الاهتمام بحفيداتها حتى تشارك ابنها وزوجته المسؤولية علها تخفف عنهما ضغط الحياة اليومية. بالنسبة للصغار كيف ما يقاوش واحد كبير في العائلة يتلهي بهم وكل، معناها يبدأوا ضايعين ويبدأوا ناقصين حنان وناقصين برشا حوايج، معناها الجدة هي معناها تلم وتحس بهم أكثر، معناها تحسهم مرضى، تحسهم جعانين، تحسهم عطاشة، تحس معناها الجدة نحس كما كنت نحس بولادي قبل، وولد الولد أعز من الولد، هذاك هو المهم في الحياة، مش مثلا كان في الحياة كان فلوس برك باش العبد يجري في جرتها ولا يتغير عليها. التلاحم والوجود مع بعضنا كالدفء العائلي هذا كي معناتها مهم برشا، ان يعني مثلا زوجة ابني كيف تعمل الحاجة تبدا مطمئنة على اولادها، كذلك ابني لازمنا نعطيو اكثر وقت لصغارنا، معناها احنا تو بحكم اننا النساء تخدم والرجال تخدم والناس كل بعيده، معناها ما فماش وقت، ويحتى ولا ما عادش يشوف صغيره يهزو 8 بتاع الصباح يقرا يروح بيه 6 بتاع العشيه. هو نموذج لاسره تونسيه يحرص افرادها على التماسك والتضامن العائلي بما يضمن الاستقرار النفسي للجميع ويرسخ ثقافه التحابب والتقارب عبر الاجيال. متابعة للتظاهرة الثقافية تونس مدن الفنون، افتتح المقر الجديد للمندوبية الجهوية للثقافة في جندوبة وساحة الفنون، ساحة من المنتظر أن تكون فضاء لاحتضان مختلف الأشكال الفنية والثقافية التي تزخر بها الجهة. متابعة لفعاليات برنامج تونس مدن الفنون، وقع افتتاح ساحة الفنون بولاية جندوبة لتكون فضاء لاحتضان مختلف الأشكال الفنية والثقافية التي تزخر بها الجهة. عدد من المبدعين المشاركين في هذه التظاهرة عبروا عن أهمية مثل هذه الفضاءات الثقافية. فرصتنا باش نظهروا إبداعاتنا لنتأكد أنه في هذه الربوع في المناطق الداخلية كما ثم تهميش، كما ثم فقر، أيضا ثم مبدعين، ثم نشاط، ثم مثقفين، ثم روائع من الإبداع والفنون. أرى أنه من الضروري أنه تكون عندنا مدينة فنون في جندوبة لهذه الجهة، تزخر بالمبدعين من جميع الميادين، فنانين، شعراء، أدباء، فن تشكيلي. تنوع المخزون الثقافي وثرائه يظل في حاجة إلى مزيد الدعم، على حد تعبير وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، للقيام بأدوار جديدة لفائدة السياسات الثقافية بالجهة. في حقيقة الساحات الفنون هي حلقة من حلقات العمل الثقافي، يعني لابد أن يكون في حياة يعني في كل مدينة، وبهذا التواصل أن نجعل من هذه الجهات أولا أطراف مشاركة ومتعاونة مع بعضنا، يعني ثم أن نعطيها ما يمكن نسحق يعني من دعم يعني من وزارة الشؤون الثقافية مالي وموارد وكذا باش تقدم أعمالها.
العناية بالجهات الداخلية والتي عانت طويلا من الحرمان والتهميش بالقضاء على التفاوت في التنمية الثقافية بين مختلف جهات البلاد يظل من أوكد الأولويات للنهوض بالإنسان التونسي. تنتظم هذه الأيام تظاهرة صفاقس بعيون فلسطينية يتجول خلالها مصورون فلسطينيون محترفون ليلتقطوا صورا ستكون مادة لهم في عملهم الصحفي التوثيقي، إضافة إلى عرضها على هامش اجتماع وزراء الثقافة العرب في تونس خلال الشهر الجاري. المدينة العتيقة بصفاقس منازلها أنهجها وحياتها الاقتصادية نجحت في أن تكون موضوعا جميلا وثريا لعدسات المصورين الفلسطينيين الذين استضافتهم عاصمة الثقافة العربية ليحملوا صورا عن تونس بعيون فلسطينية. كثير من الأماكن السياحية والأثرية والأثرية العريقة في صفاقس هي شدت عدسات المصورين وشدتني شخصيا إلى هذه المدينة العتيقة المليئة بالإرث الحضاري والتاريخ والفنون المعاصرة وكل أنواع يعني الحياة الجذابة في أسواقها وفي كل أماكنها. زرنا بهم في البلاد المدينة العتيقة وحاولنا نوريهم المعمار اللي موجود في صفاقس وكذلك العادات والتقاليد، وهذا النشاط اللي قاعد يصير تو هو عينة من عينات النشاط هذا. فريق المصورين تنقلوا بين المواقع الثقافية والتاريخية والمعالم وتفاعلوا مع أجواء المدينة العربية العتيقة وتراث أكد لهم أن الاختلاف مع أجوائهم ليس إلا في بعض التفاصيل. عندنا بنابلس نفس المدينة نفس تفاصيل المدينة، هون بيفرق حبيت تفاصيل إضافة البحر للتفصيل المدينة القديمة، زائد إنه المحافظة على المدينة القديمة هون حبيت كتير التفاصيل تحويل البيوت القديمة لنزل مع المحافظة على تفاصيلها الأصيلة والطرق القديمة الضيقة بالبيوت، حالة المحبة والوفاق بين الناس بهاي المدينة، زائد إنه أنا ما حسيت حالي بغربة أبدا. صفاقس بعيون فلسطينية هو الجزء الأول لمشروع ثقافي، جزء التالي القدس بعيون تونسية، جسر آخر بين عاصمة الثقافة العربية للعام 2016 والعاصمة الدائمة للثقافة العربية القدس الشريف. النشرة نختمها بأخبار الرياضة، إذ تنطلق بعد قليل أولى مواجهات الدفعة الثانية من الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ويحل النادي الإفريقي ضيفا على الأولمبي البيجي في ملعب جمعة الكميتي، كما يستضيف النادي البنزرتي في ملعب 15 أكتوبر اتحاد تطاوين، فيما يلاقي النجم الرياضي الساحلي في أولمبي سوسا فريق شبيبة القيروان. إليكم الآن تذكيرا بالعناوين: عشرة القتلى والجرحى في عمليات إرهابية تستهدف كنائس وملاعب لكرة القدم في كل من مصر وتركيا. مهنيون تونسيون يشاركون بكثافة في المعرض الدولي للسياحة بباريس ومساع حثيثة لاستقطاب أسواق جديدة لليخوت والقوارب الفاخرة. الديوان الوطني للزيت يشرع في بيع كميات من زيت الزيتون للعموم بكميات محددة وسعر موحد قدره 8 دنانير. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.